قناة المسلم أخو المسلم الدعوية، بوابتك للعلم النافع. مما يجب أن يحذر في الدعاء ويجتنب التغني في الدعاء وتلحينه وتمطيطه وترتيله كما يرتل القرآن، وإن أطرب الآذان وخشعت معه القلوب لنداءة الصوت فهذا ليس مطلوبا عند الله عز وجل. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. قال ابن تيمية رحمه الله: يقتضي أن التغني المشروع هو بالقرآن، وأن من تغنى بغيره فهو مذموم، وأن من تغنى بغيره فهو مذموم. وذكر أن الألحان في الصلوات، تلحين الدعاء في الصلاة، مما أحدثه النصارى في دينهم. وذكر أن الألحان في الصلوات مما أحدثه النصارى في دينهم، وقد قال ربنا: ادعوا ربكم تضرعا. والتضرع خشوع واستكانة، بكاء واستحضار لمعاني الدعاء. ولذلك قال الكمال ابن الهمام الحنفي رحمه الله: ما تعارفه الناس في هذه الأزمان، يقول ما تعارفه الناس في هذه الأزمان من التمطيط والمبالغة في الدعاء والمبالغة في الصياح والانشغال بتحريرات النغم، فإنه لا يقتضي الإجابة. قال: ولا أرى تحرير النغم في الدعاء كما يفعله القراء في هذا الزمان، يصدر ممن يفهم معنى الدعاء والسؤال. قال: وما ذاك إلا نوع لعب، فإنه لو قدر في الشاهد، أي فيما تشاهدون، سائل حاجة من ملك، لو قدر في الشاهد سائل حاجة من ملك أدى سؤاله وطلبه بتحرير النغم فيه. يقول: لو قدر في الشاهد سائل حاجة من ملك، لو جاءك سائل فقير يسألك، قال أدى سؤاله وطلبه بتحرير النغم فيه من الخفض والرفع والتطريب والترجيع كالتغني، نسب البتة إلى قصد السخرية واللعب. قال: إذ مقام طلب الحاجة التضرع لا التغني، إذ مقام طلب الحاجة التضرع لا التغني. جزى الله معالي الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.